معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا بشأن هذا الموضوع من عمان الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هداب فالح الكوبيسي. مرحبا بك دكتورة هداب. إذا بعد الأنباء التي تحدثت عن ضياع 7 مليارات دينار بسبب السيول كما قيل، النائبة ماجد التميمي أيضا كشفت عن ضياع 200,000 دولار، يعني هل الأوراق النقدية العراقية سهلة التلف بهذه السهولة؟ نعم، أهلا بك، مساء الخير عليك. في الحقيقة يعني الموضوع يعني ننظر إلى بالشكل التالي، يعني هو من بدايته يعني مبهم وغير واضح، وكل التفسيرات التي جاء بها المسؤولين هي تماما بعيدة كل البعد عن الجوانب القانونية والعلمية للتعامل مع العملة. فمثلا على سبيل المثال خليني أجيك على قانون رقم 56 لسنة 2004، قانون الخاص بالبنك المركزي، في انه والمواد التي تخص في هذه الماده القانونيه، كيف انه على المصارف ان تحافظ على العمله وان تمنعها كل ان تمنع عنها تؤدي الى تلفها. لان هنالك ماده مهمه في هذا القانون يوضح او يشير الى ان البنك المركزي يجوز له أو رفض إبدال واستبدال العملات الورقية والمعدنية. إحنا الآن كلام على العملات الورقية، إذا محى شكلها أو إذا حدث فيها أي تغيير بالصور أو بالألوان، إذا تآكل 50% منها له الحق في عدم إرجاعها. هنا إحنا أشار البنك المركزي أن والحال محافظ البنك المركزي أشار إلى أنه التلف يصل إلى 100%، يعني حتى ليس كما هو في القانون الذي جاء هو به سنة 2004 رقم 56 أنه 50% يستطيعون تبديل العملة أو لهم الحق في التفكير. هنا إحنا العملة غير واضحة المعالم، وبالتالي يشير أيضا في محض هذا القانون أنه إذا كانت العملة قابلة يعني للفحص وللتقدير، خاصة إذا كان شكلها بشكل عام واضح، يمكن استبدالها، ولكن يجب أن يتم تعويض العاملين في فرز هذه العملة نحو تخفيض القيمة المرجعة للعملة 10%. وبالتالي أيضا بالنتيجة أيضا أنه إذا فقدت أصالتها، هذا كل الكلام لا يجوز. احنا هنا ظهر عندنا محافظ بنك المركزي يشير الى انه يعني لماذا الكل مستاء ولماذا يعني لا يحدث تلف للعمله، ان العمله هي تحتاج فقط الى 4 سنتات، هي ليس بشيء 4 سنتات، ولكن هو على حديث هذا 7 مليارات دينار عراقي اللي هو يساوي 6 مليون دولار، يعني في 4 سنتات سنصل الى انه التكلفه ستكلف الدوله في طبع هذه العمله 240 الف دولار. يعني هذا الرقم هو قليل، يعني هو اللي بيصير انه احنا ما بقت عندنا حرمه لا. هذا كلام ايضا على الاقتصاد لاي وجه من اوجه الحياه الاقتصاديه، يعني مجرد اهمال زائد فساد زائد عدم هو الشكل العام والاساس الذي الان احنا عليه في الاقتصاد العراقي وفي عموم العمليه السياسيه. هذا الحديث يجرنا ايضا دكتوره عن كيفيه حفظ اموال العراق داخل البنك المركزي، هل لديك فكره كيف تحفظ في خزائن البنك المركزي هذه الاوراق الماليه الان؟ تمام، يعني اكيد هنالك خزائن خاصه وهنالك وسط لهذه الخزائن، وبالتالي ايضا اشرتم انتم الى تقريركم حتى النائبه الدكتوره التميمي هي ذكرت قالت حتى لو بصريفه هي فعلا هو علب معدنيه بالتالي سوف لن تتاثر. هنا ايضا الكلام يعني انه انتم العمله هي كلها هي ب 100% انها اطلقت، طيب اين الرقم التسلسلي؟ كيف لهم ان يستبدلوا عمله بدون رقم تسلسلي؟ يعني هم اللي ظهروا كلهم المسؤولين اللي ظهروا على شاشات التلفاز وفي الفضائيات، كان اجدر بهم ان يقولوا هذه العمل العملات التي اتلفت من فلان رقم الى فلان رقم، وبالتالي سيكونون بمنأى عن كل مشكله. لكن هم لا يوجد
لديهم رقم تسلسلي لأن الأم ثالثة، وبالتالي كيف يمكن استبدالها أو كيف يمكن طبع عملة جديدة؟ يعني إحنا إثنان كل في مواد قانونية خارجة تماما عن السياق المتعارف عليه في التعامل بالبنك المركزي مع العملات النقدية. الآن دكتور هدى، مع في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يعيشها العراق، كيف تنظرين لقرار بناء مبنى جديد للبنك المركزي يعني بكلفة 830 مليون دولار؟ هل العراق يحتاج إلى مبنى جديد للبنك المركزي؟ والله علما بالموازنة 2019 وبالأرقام اللي كانت موجودة فيها، طبعا هذا الآن هو نعم صحيح هذا ليس وقت الآن، يعني احنا يجب أن نفكر في كيفية حل المشكلات الأساسية وليس المباني. يعني احنا الآن ليس مشكلتنا المباني، مشكلتنا الأساسية، لأن هذه حتتلف على موازنة 2019 تم وضع هذا الرقم اللي هو في بناء إعادة أو في إيجاد بناية جديدة للبنك المركزي. يعني أتصور إحنا الآن لدينا أمور أكثر تعقيداً، وبالتالي يجب أن ننظر إلى نقطة أساسية. يعني هم أهل البنك المركزي مفكرين يسوون بناية، ليش ما يفكرون أن 77% من السيولة النقدية هي مكتنزة لدى العراقيين في بيوتهم، وبالتالي من هنا تأتي العملية كلية المشكلة الاقتصادية. لا يوجد هنالك حركة أو بالتالي ترتفع الأسعار على غفلة من أمرها، وعندك تضخم إلى آخره، هو يفكر ببناية. يعني هذا بعد، يعني هاي العقلية إحنا اللي وصلنا لها، اللي لا يمكن أن نستطيع أن حل هذه المشكلات بوجود أناس هم أساسا ليس لديهم شعور بالمسؤولية. شكرا جزيلا لك من عمان، باحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هداب فالح الكويسي.